القضيه بقى الفلسطينيه. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي ايضا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن لبحث تطورات اعتراف الولايات المتحده الامريكيه بالقدس عاصمه لاسرائيل، و يعني مساعي العمل على حفظ حقوق الشعب الفلسطيني ومقدساته الوطنيه، غير كمان حقه المشروع في اقامه دولته المستقله وعاصمتها القدس الشرقيه. صرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسه الجمهوريه انه تم عقد جلسه مباحثات كانت مطوله ضمت وفدين من البلدين واستعرضوا المستجدات بخصوص القضيه الفلسطينيه. كان في تاكيد ايضا من الرئيس على موقف مصر الثابت والتأكيد على ضرورة الحفاظ على الوضعية التاريخية والقانونية للقدس في إطار المرجعيات الدولية والقرارات الأممية اللي ليها صلة بالقضية. وطبعا جهود مصر هتستمر في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. لما نشوف هنا أنه التحركات كبيرة جدا، احنا بنتكلم على مستوى ليبيا، بنتكلم فلسطين، سوريا اكيد بالطبع كانت موجوده وحاضره في لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. بنتكلم عن ملفات كتيره قوي، يعني مصر عماله يعني بتكافح عشان الشان الداخلي وعشان الشان الخارجي وعلى مستوى الدول العربيه ايضا اللي بتعاني.